وحول الأزمة المالية، قررت حركة من شمال مالي أمس التحدث بصوت واحد باسم شعب الأزواد في إطار الحوار المالي الشامل الذي انطلقت مرحلته الثانية يوم الفاتح سبتمبر بالجزائر العاصمة. وحسب ممثلي هذه الحركات المتواجدين بالجزائر، يكمن الهدف من هذا القرار في الوصول إلى حل عادل وشامل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية. وقد تم الإعلان عن هذا القرار بمناسبة لقاء مع وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة. نحن نريد أن يتم ذلك، وقد اتفقنا على ما نقول، في جو من الود ومن السلم ومن السعي إلى السلم ومن السعي إلى حل سلمي نهائي بمساعدة من اخترناهم لهذه الوساطة فيما بيننا نحن ودولة مالي. هذا لصالح السكان أزواد أنفسهم ولصالح القضية ولصالح العملية السياسية بكاملها، ونحن إذ نسجل شكرا العميق للوسيط على المناخ الإيجابي الذي تجري في هذه المحادثات والذي نتج عنه توصلنا نحن الأزواديين إلى هذا الموقف اليوم. Je représente le mouvement d'autodéfense sédentaire. Nous avions rejoint la coordination des mouvements de l'Azawad parce que nous avons su, nous avons vu que leurs revendications rejoignent effectivement le bonheur de nos communautés. Dorénavant, c'est une seule voix qui va parler au nom du peuple de l'Azawad dans sa lutte légitime qui dure depuis plus d'un demi-siècle.